قناه النادي الاهلي في كل مكان يعني. حطينا في الصوره كده فاروق، وقول لنا كل ما حدث اليوم في اطار وضع حجر الاساس لفرع النادي الاهلي الجديد بالتجمع الخامس، اتفضل. في البدايه خليني اقول لك يا امير، هو يوم من الايام التاريخيه اللي تسجل في تاريخ النادي الاهلي، وكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي وضع حجر الاساس للفرع الرابع للنادي الاهلي وفرع القاهره الجديده بحضور معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير شباب الرياضه والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وكل مجلس اداره النادي الاهلي موجود، وايضا رئيس الهيئه الهندسيه معالي اللواء اركان حرب ايهاب الفار، وحضور النهارده لوضع حجر الاساس لهذه تقدر تقول الركن الجديد اللي بيضاف لارضيه الاهلاوي. في البدايه امير الكابتن محمود الخطيب قال جمله كبيره، الجمله يفتخر بيها كل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، وقال احنا مجلس اداره النادي الاهلي وعلى مدار تاريخه احنا سلسله ذهبيه كلها مربوطه ببعض، احنا بنعمل جزء وغيرنا هيجي يكمل، زي ما جه غيرنا عمل جزء واحنا جينا كملنا. سرد وقال ان فرع مدينه نصر كانت بدايه الفكره من فريق مرتجي واللي كمل واللي بنى كابتن وكابتن عبد الصالح الوحش وكمل الكابتن صالح سنين، واتكلم على فرع الشيخ في الشيخ زايد، البدايه كانت من فين ووصلت لفين ونكمل ونكمل الرساله، واحنا دورنا ان احنا نكمل الرساله. عباره قالها الكابتن خطيب امير بتدي لك اعتزاز بالماضي وفخر بالحاضر وامانه هيشيلها اللي في المستقبل اللي هيكمل واللي يكون متواجد، دي من الامور جدا اللي يعني تفتخر بيها وكلنا نفتخر بيها. النهارده الكابتن محمود الخطيب ايضا تكلم عن اهميه هذا الفرع واهميه التعمير والتعاون اللي ما بين النادي الاهلي ودورنا كالنادي الاهلي، عارف يا امير دايما النادي الاهلي بيبقى هو السباق هو اللي الرياده، دورنا في دعم التنميه اللي بتشهدها الدوله المصريه والتعاون المثمر مع القوات المسلحه والتعاون المثمر مع الهيئه الهندسيه والامور اللي احنا دورنا كرياضيين ودور النادي الاهلي يا امير، انت عارف ان الاهلي دول ليه دور مجتمعي وليه دور رياضي ودور وطني، وانا دايما اكون داعم واكون سباق واخد خط الرياده من البدايه. كلم الكابتن الخطيب على هذا الامر والتعاون المثمر اللي بتشهده يشهده النادي الاهلي في مختلف مشاريعه الانشائيه بتتعاون مع القوات المسلحه والهيئه الهندسيه، من الامور اللي بتدعو للفخر اللي بيتكلم الكابتن على الدقه في التنفيذ والمواعيد اللي بيتم الانتهاء فيها. ايضا الكابتن خطيب قال لازم كل واحد فينا يفخر النهارده ان هو موجود في اليوم ده، موجود جايب من كباتن ولاعيبي النادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي في الالعاب الاخرى كانوا موجودين النهارده. قال الكابتن خطيب هي لحظه للتاريخ، اللحظه اللي احنا بنعيشها دي مش كتير بتيجي وده دورنا في النادي الاهلي. ايضا كابتن امير الكابتن خطيب والعميد محمد مرجان اتكلمنا على برنامج عائله النادي الاهلي، وان انت خلاص خلال يعني تتجاوز سنتين او 26 شهر كابتن محمود الخطيب انجز ما تم وعد به جماهير النادي الاهلي في برنامج عائله النادي الاهلي بنسبه تتجاوز ال 90%، وان لم يكن كمان انت في بنود وامور ثانيه جت جديده عليك انت ما كانتش مكتوبه في برنامج عائله النادي الاهلي تم انجازها. الجميع كان مبسوط يا امير، الجميع كان سعيد جدا، الجميع عنده حاله حماس لما هو قادم. العميد محمد مرجان اتكلم على الكابتن الخطيب وقال الراجل ده يا جماعه والعمل التقود تشوفوا الهم او المسؤوليه اللي هو شايلها، وهو دايما بيبص ان هو يسعد جماهير النادي الاهلي ويكون داعم للنادي الاهلي وكل اعضاء النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي، مسؤوليه كبيره. كابتن الخطيب ما بيتكلمش كتير بس هو بيشتغل كتير كويس. كابتن الخطيب ما بيطلعش يقول تصريحات كتير، كابتن الخطيب هو بينفذ وبيشتغل على ارض الواقع، ودي من الامور جدا المهمه جدا امير اللي لينا كلنا ككل فرد بينتمي لمنظومه عمل النادي الاهلي. ده امر مهم جدا. هل تم الاعلان عن مده زمنيه يا فاروق للانتهاء من انشاء هذا الفرع؟ يعني خليني اقول لك في الكواليس كده امير، يعني العميد محمد مرجان يعني انت عارف العميد محمد مرجان وهو بيتكلم مع اعضاء افراد الهيئه الانسيه قال لهم انا عايز خلال 4 شهور او 10 شهور نكون مخلصين هذا فعلا، لكن يعني حاجه كبيره قوي تبقى انجاز يعني خلال مده بسيطه ان شاء الله هيكون انجاز هذا الامر لم تحدد، لكن يعني انت عارف الثقه اللي بتبقى موضوعه من المسؤولين النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي في هيئه الهيئه الانسيه للقوات المسلحه ان ما بيضيعوش وقت، انت عارف امير يعني لو ادالك المده مثلا 3 4 شهور هتلاقي العمل تم انجازه قبل المده المحدده. دي من الامور المهمه جدا اللي كان حريص عليها الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، ان هيتم الانشاء من الانتهاء من هذا الفرع بالكامل
خلال مده زمنيه بسيطه طبقا للسياسه او الطفره الانشائيه اللي بتشهدها الدوله المصريه، ان يعني ما بتاخدش وقت كتير يا امير، لان الامور كتير جدا من الناحيه الانشائيه في مصر بيتم انجازها خلال وقت قصير جدا. انا بطمنك ان هو خلال وقت قصير جدا يا امير هيتم الانتهاء من هذا الامر. ايضا في نقطه مهمه جدا يا امير، يعني برضه عايز من خلالك ان انا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي. يعني بعد كلامنا مع العميد محمد بيه مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اكيد تم الحديث والتحدث عن الجمهورات السوبر وعن بطوله المباراه الافريقيه والجماهير. يعني العميد محمد مرجان مصرح معانا قال يا جماعه احنا بنشتغل بس ما بنطلعش له تصريحات، احنا بنشتغل والكابتن الخطيب شايل من لحظه اعلان القرعه ان النادي الاهلي هيواجه صن داونز، واحنا بنشتغل والكابتن الخطيب بيشتغل علشان زياده عدد الجماهير وتحديد الملعب. احنا ما بنطلعش نقول تصريحات ولا نتكلم، بس احنا عارفين احنا بنعمل ايه. انا بقول لجماهير النادي الاهلي اطمنوا، وده كان تصريح من العميد محمد مرجان، اطمنوا بيطمن جماهير النادي الاهلي. لا احنا عارفين كويس، احنا عارفين الدور بتاعنا وعارفين احنا عايزين بس ده احنا الدعم والمسانده، وعندنا بطوله سوبر، وبعد كده عندنا مباراه في الدوري، يعني لسه مش عارفين هتلعب ولا لا، وعندنا مباراه صن داونز ان شاء الله. فانا بالكابتن العميد محمد مرجان من خلال قناه النادي الاهلي الامير بيطمن كل جماهير النادي الاهلي، كابتن الخطيب يا جماعه شايل المسؤوليه الكبيره، ومن اول يوم اول ما تم يعني بالتحديد قال من يوم القرعه تم التحديد وتم بدء العمل، لكن يعني ما بنطلعش نخلق تصريحات او ما بنطلعش نتكلم نقول احنا بنعمل كذا، لا احنا بنقول احنا عملنا كذا، هو ده النادي الاهلي، ما بقولش انا هعمل، انا بقول انا عملت كذا. وده من خلال العميد محمد مرجان ومن خلال خلاص انا الاهلي بنطمن من خلاله جماهير النادي الاهلي. ده امر غايه في الاهميه. عايز برضه اعرف انطباعات وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي عن وضع حجر الاساس اليوم بخصوص فرع التجمع يا فاروق. دكتور اشرف صبحي طبعا يعني اعتزاز دايما، بقول انا يعني كل شويه انا فرحان ومبسوط بالتطوير والانشاءات اللي بتتم في النادي الاهلي، ان انا كل فتره بيتم دعوتي ان انا اكون موجود. انا عارف ان في دور مهم جدا للنادي الاهلي ودور مجتمعي جدا للنادي الاهلي، والتعاون المثمر اللي بين النادي الاهلي والقوات المسلحه وهيئه القوات المسلحه، واحنا كلنا بنداعم وبنساند وشايفين الطفره اللي بيشهدها جمهوريه مصر العربيه من ناحيه الانشاءات، وان النادي الاهلي دايما يكون للرياضه، والنادي الاهلي دايما يكون سباق في هذا الامر. ده اللي احنا متعودين عليه دايما من النادي الاهلي، يعني حتى التصريح ده مش جديد على النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي على مدار تاريخه، وقال كل فرد جوه النادي الاهلي لازم يفخر بالنادي الاهلي، يفخر بمجلس اداره النادي الاهلي، يفخر بالانجازات والانشاءات اللي بتتم على ارض الواقع من النادي الاهلي. وقال انا سعيد جدا ان انا اكون جزء من موجودكم، كوني كجزء موجود النهارده من هذا الامر. انا يوم من الايام اللي تبقى سعيده لينا كلنا وضع حجر الاساس لفرع من الفرع الرابع للنادي الاهلي في حدود كمان القاهره الكبرى، بتتكلم يا امير على الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، والنهارده الفرع الرابع يعتبر في نطاق القاهره الكبرى. من الامور اللي يعني اديت انطباع وسعاده عند غالبيه الموجودين الدكتور اشرف صبحي وال السيد اللواء اركان حرب ايهاب الفار، اللي يعني انت عارف امير القوات المسلحه بيبقوا يعني ممتنعين عن الكلام، يعني هم مش بيتكلموا كتير. حتى تم يعني السيد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي اتكلم، قال عارفين ان هم مقلين جدا في الكلام، لكن دعمهم ووجودهم النهارده وان هم يكونوا مؤثرين، والنادي الاهلي في تعاون مثمر للتنميه اللي بتشهدها جمهوريه مصر العربيه وبيشهدها النادي الاهلي، هتكون في اجمل وافهى صوره. اللي هيفرح بيها مش اعضاء النادي الاهلي بس، لا اللي هيفرح بيها كل فرد ينتمي للرياضه، كل فرد ينتمي للنادي الاهلي. كويس يا فاروق. في بقى سؤال مهم جدا، من خلال تواصلك مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، هل سالته على قصه استاد القاهره ايضا، وهل لي اي تعليقات بخصوص الجزئيه دي واستضافه النادي الاهلي لمباراه صن داونز في استاد القاهره؟ لا يعني هو نقطه الاستاد القاهره امير ما تمش الحديث فيها مع الدكتور اشرف صبحي في هذا الامر، لكن الحديث كان مع عميد محمد مرجان، وان العميد محمد مرجان قال يا جماعه انا بطمنكم وبطمن ان احنا الملف من يوم الاربعاء احنا شغالين عليه، لكن ما تمش يا امير التطرق للحديث مع الدكتور اشرف صبحي. اللي انا عايز اقول لك ان هو مش هيتاخر ولن يتوانى في دعم هذا الامر، النادي الاهلي شغال في هذا الامر، مجلس الاداره، الكابتن الخطيب، كل افراد منظومه النادي الاهلي شغالين في هذا الامر من اجل حسمه، واي دعم واي مسانده من الدكتور اشرف صبحي في هذا الامر
اكيد مش هيتاخر، لان كلنا عايزين احنا نلعب مباراه صن داونز في استاد القاهره بوجود عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي. اكبر دافع للاعيبه النادي الاهلي دايما يا امير منه يكون الجمهور، والجمهور بنسبه كبيره، وجمهور النادي الاهلي مؤثر، وجمهور النادي الاهلي عارف انت بيكون في الميعاد وعارف تاثيره وعارف قوته، مش لعيبه النادي الاهلي وبس، اكيد من خصم كمان. اكيد نتمنى الامر ده يا امير ان شاء الله خلال الايام القصيره القادمه هيتم حسمه، وبرضه من خلالك بنقول لجماهير النادي الاهلي اطمنوا. بالظبط، ده امر مهم جدا. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، حطينا في الحدث في الحقيقه يعني بخصوص وضع حجر اساس فرع التجمع الخامس، وتطرق كمان لمباراه الاهلي وسان داونز وامكانيه نقل هذه المباراه لاستاد القاهره الدولي. هتكلم معاكم بخصوص هذه الجزئيه تحديدا، لكن عايز اقفل بس